الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. نمضي وإياكم في سلسلة رسالة، وعنوان المحاضرة اليوم رسالة إلى سارق، يعني رسالة إلى الحرامي. وللأسف نحن في زمان كثرت فيه السرقة، ما من يوم إلا وأسمع القصص الكثيرة عن السرقة. وعندما أقصد السرقة أتحدث عن السرقة بمفهومها العام، السرقة بمفهوم الخاص أنه الإنسان يأخذ مال. أما في أنواع كثيرة من السرقة، ألا تأتي فتاة وتسرق شابا متزوجا من زوجتي، هي مسرقة؟ وما أكثرها في هذه الأيام. بعون الله نبدأ نتحدث عن هذا الموضوع. الله عز وجل قال: فابتغوا عند الله الرزق. الأصل الإنسان أن يعمل، النبي عليه الصلاة والسلام شاف إنسان يسأل في المسجد، يعني يمد يده للناس، حاوره صلى الله عليه وسلم، يبدو أنه كان فقير، ما عنده إلا حصير يفترشه في النهار وينام عليه في الليل. قال له: اذهب واحتطب ولا تريني وجهك إلا بعد أيام. هذا كار الإشحادي، هذا ليس بكار، لو أنه بالأيام صار كار. يوم أمس كنت أركب السيارة والوقت ظهر ورافع الشبابيك، فعلى الإشارة كالعادة شاب عمره 14 سنة يتوسل: الله خليك. تبسمت، فمن يجلس معي قال لي: لك يا خلي قلبك شوية رحمة. قلت له: الرحمة موجودة. قلت له: هذا إذا أعطيته علمته الاتكالية. قلت له: هل رأيته أعمى أو أشل أبكم؟ قال لي: لا. قلت له: هذا يمتهن. سبحان الله، الأخ ما وافقني إلا عطاه. بعد بنص دقيقة اجتمعوا علينا شي ستة. قال لي: وبعدين؟ قلت له: هذه اللي ما بسمع الكلمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن يذهب أو لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب فيبيعه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه. السرقة خلق ذميم، والسارق إنسان أشل في مجتمعه، مشلول، ما عنده طموح، لا يريد أن يعمل. هذه اليد الخبيثة التي تمتد إلى أموال الناس جزاؤها القطع. أنت ما حتعرف معنى حكم الله في السارق حتى ينسرق منك. اليوم أحد أخواننا الكرام، قصة متكررة،
بجيب واحد بيقول لك انه الله يوفقك الموبايل بدي دق رقم وكذا وهيك، ما تحس في وجهه الا انه يعني اغاثه الملهوف. ياخذ الجوال ويركض. جوال يعني اقل جوال حقه 100,000، واذا كان جوال يعني مثل ما بيقول انسان جاءه في هديه او في مناسبه تخرج او بالبكالوريا بيكون هيك له قيمه، راح في هذا الزمان الصعب. هذا الانسان اللي راح منه الجوال بيتمنى مو بس يقطعوا له ايديه ورجليه. ليش؟ سبحان الله، الانسان الاسلام جاء لحمايه الانسان، جاء لحمايه المجتمع. الله عز وجل قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. يروى أن صفوان بن أمية سرق رداؤه من تحت رأسه، حاطه كان يساوي 20 دينار. قال: فأخذ السارق إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد السارق، فقال: يا رسول الله، تقطع يده في رداء مشان عباية؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: هلا قبل أن تأتيني به؟ يعني ليش ما عالجت الأمر قبل ما ترفعوا لوين؟ بسموه للقضاء. القصة المعروفة اختصرها حتى يكون في مجال لعرض محاور المحاضرة، أنه إنسان مجرم وقاتل قبل أن يعني ينفذ فيه حكم الإعدام، قالوا له: اطلب ما تشتهي يعني من آخر عهدك في الدنيا. قال له: جيبوا لي أمي. فأتوا بأمه فقال لها: مدي لسانك. فمدت لسانها فقضم لسانها، قطع لسانها. لماذا فعلت ذلك؟ قال له: أنا من 30 سنة فتت على مزرعة جيراننا وجبت بيضة سارقها. أول ما أتيت إلى أمي أثنت علي بلسانها. شو هذا؟ ليه جبته من عند الجيران؟ يا سلام، شاطر. ثاني مرة جاب بيطين، معلم. المرة اللي بعد منها جاب الجاجة كلها. هل هذا اللسان يجب أن يقطع لأنه هو الذي أودى به الحرامي بيسكر والسكر بيودي للقتل وللجريمة، وهذا صار إنسان مجرم. لذلك الآباء والأمهات في البيوت بده يكون عندهم حذر شديد. أدق التفاصيل لما يكون في المدرسة، أنت بتعرف البراية اللي جايبها والمحاية اللي جايب له إياها، جايب شغلة مميزة، وين جايبها؟ وين جايبها هي؟ دقق معه. آبائنا وأمهاتنا ما كانوا خريجين كليات شرعية وما كان معهم دكتوراه في الشريعة، لكن كان عندهم قيم وأخلاق وسلوك ومبادئ تعلموا عليها وعلموها لأولادهم.
الامرأة المخزومية كانت تعتاد السرقة في مكة، امرأة مخزومية تسرق بطريقة أو بأخرى، ضبطت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وأنا بوجه نداء لكل إخواننا الكرام بكل المفاصل، شوفونا الأخ أبو صالح وينه؟ هنيك اللي قاعدين الشباب اللي بنهاية المسجد قاعدين، ايه الإداريين وينه؟ الشيخ محدين وال اللي بيجيب ابنه معه ويحطه قدام منه حتى يتعلم العلم، يقعد بآخر الجامع بيفتح سيرة. الآن السرقة ما في أكثر منها، انتبه، إذا كنت بالسيارة وعم تسوق وقفت لا تمسك جوالك بإيدك الشمال تحكي، خليك بإيدك اليمين. شغلت وأنا أرى يوم أخ من أخواننا لا ينقصه لا عقل ولا حكمة ولا هو إنسان، هيك بأبسط طريقة أخذ منه الجوال وهرب، كسرت خاطر. لو كان إنه فقير بتعطيه، لو كان إنه إنسان محتاج بتعرف يعني تزدي إليه معروفة، حرامي. والآن السرقة عن طريق النساء يعني شيء لا يوصف. لذلك الآباء أيام من اندفاعهم بيجيب ولد صغير عمره 10 سنين بيجيب له جهاز أو بيجيب له شيء يعني مميز، هذا في الطرقات. الآن نحن صرنا الآن عندنا انحراف السلوك، مالك قاعد بأيام زمان. أيام زمان كان الحرامي منظوم، الحرامي ما بيسرق إلا بالليل، استنى وبيخاف، وإذا انكشف نص انكشاف بشمع الخيط وبيمشي. هلا الحرامي عيانا نهارا جهارا، ما بيهمه يعني إذا كان قصة ذكرتها وبعيدها صارت من 3 أشهر مع أخ من إخواننا يمكن موجود في الدرس، أخ طلب منه أنه مفتاح السيارة اللي يروح يوصل يعني مناسبة عائلية فرح، أعطاه المفتاح. بعد ب3-4 أيام هذا الأخ صاحب السيارة عم يركنها هون قريب من المسجد، اشترى شيء من المأكولات، طلع ملأ السيارة، لا خلى جنائية لا خلى فرع ما في. بعدين خطر في باله أنه إذا كان في يعني المحل كاميرا التصوير ما في، المحل المقابل عم يعيدوا ساعات التصوير، وإذ هذا الأخ اللي عاره المفتاح عامل إيش؟ مفتاح تاني، فتح وركب السيارة ومشي. جابوا وين السيارة؟ أخذها وبايعها في المناطق التي عليها شيء من الإشكالات، لا يستطيع
يعني الشرطة أن تصل إليها. بديش بيعه نص ربع حقه الزنو ولا بس جيب السيارة. هذا المجتمع الذي وصلنا إليه. المرأة المخزومية بدي أقطع النبي يدها، أم يبدو أن لها عزوة ويعني واسطة وناس، أم قالوا لازم نحن نحكي مع النبي عليه الصلاة والسلام، أم قالوا له ما لكم إلا أسامة بن زيد، هذا النبي كثير بيحبه وابن حب رسول الله. أبو زيد بن حارثة هو أسامة بن زيد اللي نزل بحقه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني حب أسامة حب خاص. أم إجا أسامة تحدث للنبي عليه الصلاة والسلام بشأن، فقال له يا أسامة، والنبي غاضب، أتشفع في حد من حدود الله؟ سرقة، والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. هذا الكلام لما تشوف الحرامي برات الأقفاص اعلم أن الأمة ليست بخير. لما يجي الحرامي فوت بالسجن، أنت بكرة قاضي، أنت بكرة مأمور شرطة، رئيس قسم، كل الأمور يجب أن تزام بميزان العدل، ولكن بالذات السرقة. أنا بقول لهم السارق صدقا ضمن اختصاصي بالقانون وضمن استشارة الناس لي وضمن عملي في الإدارة يعني 80% أعفو إلا عن السارق. في يوم من الأيام إنسان ضبطته بسرقة، بكى وأتى أباه وعفوت عنه. بعد شهرين ارتكب سرقة أدى السرقة اللي كانت بعشر مرات. الحرامي الدواء تبعه العقوبة. هلا ما حأقول قطع اليد الآن، أدخل بالحكم الشرعي، قطع اليد حتى يعني ينال جزاء ويكون أداة ردع للمجتمع. يا أسامة إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريفة تركوه. بجيك تليفون، والله هذا أبوه، قال له حد عقوبة بدها تطبق. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. لما يكون هيك الميزان تعرف إنه الأمة الآن نحن بالقرن 21 2016 مو أوروبا، طلع عن المدن شوي حيد، ما بتحسن تمشي بعد الساعة السادسة، كون ماشي بتلاقي واحد إيش خد لك الحقيبة أو أوقفك. هذا دلالة على عدم تربية، على عدم ثقافة، على عدم مخافة الله عز وجل. لذلك حد الله عز وجل على السارق هو حد عدل وخير للمجتمع. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لذلك هناك حدود للسرقة، أنواع
هلا أنا عم أحكي عن السرقة بمفهومها الخاص، مفهومها العام. هلا تأتي فتاة تتحرش بشاب، تلعب بعقله، بتخليه يطلق زوجته. كم سمعتم من القصص والحكايا أن إنسان كان يعيش بأمن وأمان وعنده أولاد وعنده ذرية، أتت إليه امرأة وسوست له كما يوسوس الشيطان، طلق زوجته وأخذ. هي مو سارقة؟ سارقة ولا مو سارقة؟ سارقة. الآن العالم يعيش شيء اسمه السرقات الأدبية. هلا واحد بيجي بيشتغل بيساوي مؤلف وكذا، ويه بيجي واحد بيقيم العنوان بيحط عنوان ثاني وبياخذ عليه شهادة دكتوراه، وبكون صم بكم عمي بهم ما يفهم شيء. أيام مضت كان في إبداع، هلا بتجي واحد كمان بالزمان هذا مش بيقول لك عن حاله إنه مؤلف أو مبتكر. تجي أنت بتدقق وبتمحص بتلاقي العمل مسروق. شوف ولا الألحان مسروقة، الكلمات مسروقة، وبيجي بيقول لك آخر شيء إنه إيش؟ إبداع. أين الإبداع؟ بيجي طالب بكالوريا درس وثابر وجد واجتهد وعانى ما عانى على مدار سنة سنة ونص، بيجي واحد لا محل له من الإعراب وممنوع من الصرف، ويأتي بالعلامات. كان لي يعني ما أقول صديق، لكن كان معي في القاعة اسمه قريب من اسمي، يعني كل ما يفوت أنا أشوف إنه كيف تدخل له الأجوبة. آخر شيء تخرجت فأتاني قال لي هدول، نحن كنا بالحقوق بكل سنة في مادة شرعية، قال لي يا أستاذ هدول المواد الشرعية ما عم بيزبطوا الدكاترة معي، شلون بدي أتخرج؟ صدقا وما تخرج وما تخرج، ما بدي تروح لعند الدكتور بكلية الشريعة ترشيه أو يعني. الحق يعلو ولا يعلى عليه، لا يسود إلا الحق. هي مو سرقة؟ هلا بيجي هلا بهذا الزمان نحن اللي نحن فيه، ما بتجي إلا بتسمع لي واحد صار دكتور، والله بعرفه ما لك ما معه بكالوريا، أنا أعرفه، لا يحمل شهادة علمية، لا يعرف الكلام، لا يعرف اللي دكتور شو؟ صدقا صار لقب الدكتور يعني بهذا الزمان بهيك مجالات صار مجال يثير السخرية. من وين؟ حرامي. والحرامي اللي أفظع منه اللي مساوي هالشبكة، هؤلاء الذين يتاجرون بأعضاء البشر. الإنسان يأتي يتبرع من ذاته لولده لأخيه ما عليها إشكال بنوب، هذا بذل وسخاء في سبيل الله. أما أنت تجي
تشتري الكلية من هذا لأنه محتاج بمئتين ألف، تروح وتبيعه إياها بعشر ملايين، أنت مالك حرامي؟ حرامي ولا مو حرامي؟ وعلى ذلك فقس. إبراهيم ابن الأدهم أحد العارفين بالله، رؤية في فلسطين وهو من أهل العراق، قالوا له: يا أبا إسحاق، ما الذي أتى بك إلى هاهنا؟ قال: أفتش عن درهم حلال. درهم الحلال غالي إخوان الكرام. لما بيكون في صاحب معمل عنده 500 عامل أو 50 عامل أو 25 عامل، وبصير 5 الشهر و8 الشهر وما حاسبهم، هذا سارق. مطل الغني ظلم. هذا إذا أعطيته بيشتري خبز، ما أعطيته صفى بلا إيش، بلا طعام. هذا سارق ولا مو سارق؟ إذا عنده 500 عامل ضربهم على سعر اليوم بأي دولة، بيقول لك هدول أنا بحسن بيع واشتري فيهم، أنت سارق. أنت سارق، عرفت أم لم تعرف؟ الآن نحن على يعني وسائل التواصل، هي الفيديوهات اللي عم تنزل على اليوتيوب أو بالفضائيات، هذا الذي يضع السم في الدسم بمسلسل كاتب أو منتج أو مخرج، ويأبى إلا أن يظهر الفتاة شبه عارية، وهذه الصور. أنت تسرق أخلاق الناس، أنت تسرق أخلاق الشباب. هذه اللي عم يستورد ألبسة، شو هالألبسة هي؟ حكيت أنا بقى. أنت بدك تضل حريص، هؤلاء هم أبناؤنا. شايفين البضاعة اللي عم يجيبوها التجار؟ هاي البناطلين الجينز التي لا تستقيم على خصر شاب ولا فتاة، شلون ما لبسها وتحرك؟ هذا اللباس بالأمس كان عندي محاضرة في إحدى المراكز في الشام، خرجت فتاة على أساس محجبة، أنا قلت إذا هيك الحجاب فعل الدنيا السلام، بنطال جينز شيء، يعني ما أستطيع أن أصف أنا على كرسي التدريس، والله شيء مقزز. طيب مين جاب هالأنواع من الألبسة؟ هي مو سرقة أخلاق وسرقة القيم والسلوك؟ إخواننا الكرام، هلا لما بتصير جريمة سرقة أول شيء بتصلوا بمين؟ أعمل ضبط إيش؟ شو؟ شرطة. هلا لاحقلكم قبل ضبط الشرطة، المشكلة مشكلتنا نحن. أول شيء الدعاة والمشايخ، جل هيك موضوع على نصل طرح مواضيع، بيجي واحد بيقول لي لك والله موضوع جريء، شو ما حكيت عن العادة السرية؟ طب إذا أنت ما حكيت مين بده يحكي؟ هلا عنوان الدرس، سألني أحد الإخوان الكرام قال لي شو عنوان الدرس؟ قلت له رسالة إلى حرامي، قال لي لا عم تمزح، خلي يسمعني، قد يكون جالس وقد يسمعها بعد حين، أو قد تسول للإنسان نفسه أن يسرق. نريد أن نعظ الناس بما وعظنا به رسول الله
صلى الله عليه وسلم. أول وحدة المجتمع ككل مسؤول، العائلة مسؤولة، سوء التربية مثل القصة اللي حكيت لكم إياها، الأب. اثنين، هذه البطالة المنتشرة كل ما انتشرت البطالة كثرت السرقة. كيف نحارب البطالة؟ بالجد، بالعمل. تعال اعمال عندي، جيبه ما عندك تعال، لو تدبر له هيك شغلة معلش. كانوا الناس يساعدوا بعضهم أخوان الكرام. الله بيفتح لك باب من الرزق عندما تعين الناس على أنفسهم وعلى شياطينهم. افتح له باب من الرزق، الله بيعينك، بيفتح لك باب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اسأل من حولك ممن يجلسون حولك، انت اذا ما احسنت تشغله دبر له شغله. البطالة، هلا ليش كتران السرقة؟ هلا هيك كنا نحن؟ هيك كان مجتمعنا؟ صدقا حكى لي أحد الأخوة الكرام الجامع، كفيت واحد لك فاكك الروس تبع الحنفيات، 30-40 حنفية فاكك روسون، شو بده يبيعون يعني؟ نحن بيكلفنا الواحد 4-5 آلاف ليرة، هو راح بايعون خردة. هلا هو عقل مريض من أجل أن يجني. هلا بتجي أنت لأصل المشكلة تشوفه إنسان بطال. هلا مين اللي بيعمل مشاكل أكثر شيء؟ الفاضي. هلا طالب بكالوريا آخر شهر تسمع صوته؟ لا تسمع لهم حسا ولا همسا. إمتى بتسمع صوته؟ بس يخلص. أنا بتقول لك أنا فاضي لك، لأنه الفاضي هو اللي بيساوي مشاكل. أيضا الفقر هو الذي أو هو سبب من أسباب السرقة. رجل أتى بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قام سأل النبي شو اللي دعاك للسرقة؟ قال الجوع يا رسول الله. قام النبي عليه الصلاة والسلام قال مو للسارق، لمن أتى بالسارق، قال له هل أطعمت إذ كان جائعا؟ لما نشوف من حولنا تعرف أنه معاشه 15,000 و20,000 و30,000 و40,000 يا سيدي و50,000 وعنده بيت أجار وعنده كهرباء وعنده مي، وتعرف أنه هذا أخاك من أمك وأبوك، موظف عندك عم تعطيه 40,000 ليرة، تعرف شو النهاية؟ دسرها. أنت بدك تقول له أنا حأعطيك لهدول 50 وحزد لك يا هون، وفي العيد حأعطيك عيدية والعيد الثاني عيدية، وقل له يا ابني إذا صار معك شيء طارئ، عمل جراحي لك أو لأبوك أو صار معكم هيك شغلة خبرني. لما بتوقف معه بده يحسن لك، ما حيمد إيده على مالك، بده يحفظ لك مالك، هي الأمانة. أما أنت مو سائل عنه إلا إذا بتلقى. طب الإنسان، أنا كإنسان شلون بدي أحمي نفسي من السرقة؟ على فكرة السرقة الآن شيء غريب وعجيب، خاصة يعني الآن دخلنا في مرحلة خطيرة، وهي مرحلة إنه الناس فلست. لما يفلس البني آدم شو؟ خلاص الفقر كفر. أول أمر
أن تدعو الله في الصباح وفي المساء أن يحفظ عليك دينك ومالك. يا ريت في كرسي عمنا أبو علي، تفضل لو أنزل. أكرموا كبار السن، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإكرامهم. الصف الأول هون 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 عمي أبو علي هون. أعدوسي. حصن نفسك وأولادك. دين أن يكون كل شيء في حرز مثله. شو يعني حرز المثل؟ حرز المثل يعني هلا بيسموه المال الداشر. هلا حتى تقطع يد السارق في شروط، من بيناتها أن يؤخذ الشيء من حرز مثله، يعني صندوق انكسر، أما إذا حاطت المصاري على الرف أو على الطاولة وسرقون ما ما ما, ما تقطع يده. وأن يأخذ ما يأخذ ما يأخذ في ليل لا في نهار. في قيمة ربع دينار ذهبي، يعني ربع ليرة ذهب. أنت عندك شيء يجب أن يكون في حرز المثل. في ناس متعود أنه يكون داشر، بحطهن 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 بحطهن، بيجي ما بيلاقي. أنت السبب. أنا أقول له لأخوان الكرام، الأشياء المالية يجب أن تكون عند خواص الخواص. يعني إنسان عنده شركة، يعني إما أن يكون أخ من لحمك ودمك مسؤول عن هالملف، أو إنسان تثق بدينه 1000 على 100. يعني واحد جاي عم تعطيه 40,000 ليرة بالشهر، تجي بتقول له الله يرضى عليك حط لي 10 ملايين ليرة بالبنك، شو بده يصير فيها؟ أنا بالكون بفصل. يمكن هلا ما سوى معك شيء، ولكن بعدين عم استنى ليصمدون، تصير ضربة إيش؟ محرزة. شو بدك خلصها؟ هذا ملف أنت بتكون مسؤول عنه. الأشياء الثمينة يجب أن توضع في مكان مخصص وأن لا يطلع عليها أحد، لأنه العين حق. قديما قالوا، هو ليس بحديث ولكن كلام موزون، أخفي ذهابك وذهبك ومذهبك. أخفي ذهابك، إمتى رايح؟ والله بعون الله. أحد المشايخ علمنا الفقه، اليوم من الأيام نويت حج بيت الله تعالى. واحد عم يدرس وكذا، وبتعرفوا لما الواحد بيروح على الحج يعني هو مشان العين ومشان شيء آخر، كان يحملوه غراض ولهلا وبين هلالين. لما الواحد يسافر لا تجي تقول له خذ، بكفي اللي عنده. أحد أخوان الكرام كان من فترة في شو اسمه جواز سفر، قال له ما في مانع قدام مني. اجى بالوقت المخصص قال له وصلنا يا على البلد الفلاني. قال له تكرم عينك الله يوفقك، وهدول 6 كيلو حلو مشتين الاولاد. ام قال له والله انا معي وزن زايد. الله يوفقك الله يخليك. استحى الاخ، قال له يعني بدي اخذ نصهم. كنت في مكة، فيعني الناس ما عم تروح وتجي قليل. الفندق اللي أنا موجود فيه سبحان الله، طلع الأخ بيشتغل بالفندق عرفني دكتور ملاك، قال لي الله يوفقك الوالد مشتهي يعني شيء من الرطب. قلت له تكرم عينك سبحان الله، ما تعودت إنه رد حدا. ذهبت إلى صلاة العصر، عدت عم تقول لي العائلة في أخ تاع
تارك صندوق على باب الغرفة. فرجت صدقا صندوق 24 كيلو. قلت الله شو قد استنيته اجتوه. قال لي والله هدول يعني لخالتي وعمتي وكذا وتحطوهم معكم بالسيارة. قلت له سيارة؟ قلت له أنا بدي أروح سافر من بلد لبلد. قلت له ما يمشي الحال. اتقي الله اتقوا الله أخوانا الكرام. شو جابنا له نحن؟ والله ما أدري عن إيش كنت أتكلم. مال الداشر ولا عن شو؟ ما بس واحد يحكي ايه الشيخ اللي علمنا الفقه؟ اخفي ذهابك وذهبك ومذهبك. ايه الشيخ انه فانا بدي اروح على الحج. قام سالوه الاخوان الكرام وين رايح؟ هلا قال لهم والله انا رايح صوب درعه. فهو راح حج وبعدين قالوا له يا سيدنا. قال له ليش؟ انا طريقي من صوب درعه. كان يروح من درعه للاردن مشان ايه؟ مشان ما يحملوه. هذا ورا مواراه. هل الإنسان اللي سرق منه شيء فليحتسبه عند الله إن شاء الله، الله بيجعل له يا صدقة. كان سيدنا أبو هريرة سرق حذاؤه ذات يوم. شو بدي أساوي الواحد أيام الحذاء بالأيام غالي كل الأيام يعني هو الإنسان ما بيأخذ إلا قيمته. قال اللهم إن كان محتاجا إليها فبارك اللهم له فيها وإن كان غير ذلك فاجعلها آخر سرقاته. تعالوا بالمغفرة. نحن حتى نكون صف واحد بهذا الموضوع في قرار بدك تاخده قرار صعب، لأنه القرار من أجل أن تحتسب ذلك عند الله. لا تشتري شيئا مسروقا. جاء أخ اللي براد حقه مليون ليرة عم يشتري أنا بمئة ألف، يعني يا أستاذ شيء مغري. لا تشجعوا الحرامي على السرقة. تجي أنت بتشوف أخ من أخوانا الكرام هو صديقي اللي فت على محل تغير دالوب، قال له حغير لك الطقم. قال له لا، قال له أربعة بسعر اثنين طقم كله ياته بخمسين ألف، طقم حوالي 160 ألف ليرة 170 ألف ليرة. قال له أربعة بسعر اثنين ولا شيء مغري. قال له أصليات؟ قال له هذا الماركة بريدجستون شو اسمها مدري إيش شو اسمها بحسنين نفسها ما أحمد شو مو معقول اللي شافك. قال له أخي ما يكونوا مسروقين؟ قال له أنت قال له شو بدك أنت؟ قال له يعني مسروقين؟ قال له لك أخي مسروقين ولا مو عرف أنه مسروقين. قال له إذا بتعطيني 50 ألف فوق منه ما بركبه من عنده. إذا بيجي 10 من أمثال هذا الرجل ببيع اللي عنده. أنتوا اللي بالجامع واللي عم تسمعوا الكلام، إذا أنتوا بتطبقوا تمنعوا الناس عن السرقة. الناس الآن تذهب إلى أماكن معروفة تشتري شاشة وكمبيوتر وفرش، بيجي بيقول لك بفرش بيتي كلياته أنا ب500 ألف، بدي 5 ملايين ليرة لأفرشه. قل له منين هدول؟ أنا ما بعرف. ما بتعرف؟ ما بتعرف؟ فأين الله؟ مال مسروق هذا مال الغير، مال تعبان فيه الغير ومبين أنه الكل يوم تطلع فيه الشمس هناك 2500 طفل يذهبون إلى الإصلاحية بسبب السرقة. شو رأيكم في العالم؟ جريمة منتشرة ولا ما منتشرة؟
لذلك المهم الآن أن ننتبه إلى أنفسنا، إلى أولادنا. الأكثر من هيك، الآن حكى لي أحد التجار، قال لي الآن لا تستقيم التجارة هنا عندنا في البلد. قلت له شو السبب؟ قال لي أنا أستورد، إن أتيح لي أن أستورد مثلا هذا الفنجان، اشتريه بخمس ليرات، بعد أن أضع عليه الجمارك والتكاليف يصير سبع ليرات، أكتشف أنه يعرض علي بثلاث ليرات. شو؟ مال مسروق. أيها الأخ الكريم، إن كنت تبيع مال غيرك فهذا مال حرام. أيها الأخ الكريم، إن كنت تشتري شيئا بأقل من ثمنه فهذا مال فيه شك، فانظر لمن. أخوانا الكرام، لا تستقيم الحياة إن لم نحافظ على أموال الغير. الله عز وجل قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال أموالكم، والقصد حدا بيأكل ماله؟ القصد مال الأخ المسلم، مال الغير، هذا مو مالك. نحن عنا بحث في الإسلام اسمه اللقطة، بحث في الفقه الإسلامي، بحث ليس بصغير، أنه الإنسان إذا وجد شيئا يجب أن يدل عليه عاما كاملا. كيس سنة كاملة ليرة ذهب، سنة كاملة ضل تحفظ. جاء حدا سأل عنا، ليش؟ كانوا يقدرون الأمانة، كان المجتمع كله مجتمع فيه أمانة. وين هلا؟ قال له حلال هات، حرام هات، كله هات. لا يبالي الرجل أخذ ماله من حلال أم من حرام، كله نصب بنصب بنصب. ذكر لي أحد زملائي المحامين طلعوا إخراج قيد لعقار 40 دنم خالي، خالي من الإشارات، حتى يعرفوا الشباب إذا العقار عليه إشارة يعني عليه مشكلة تتابع في القضاء. إجا الإنسان اشترى، بعد فترة هو هيك عم يطالع، وإذا عليه 8 إشارات. قال له طيب لك رجع 2008 2007 2005 2011 لا إله إلا الله. شو طلع؟ البائع متفق مع مين؟ مع موظف الطابق، صدر له إخراج القيد وقبض عليه 25 مليون ليرة وهرب خارج البلد. هذا حرامي ولا محرامي؟ وين يا أخوانا الكرام؟ وين؟ أديش الإنسان بده يكون حريص؟ لذلك أعطيكم الآن الخلاصة. أول شيء حصنوا أنفسكم وأولادكم، حصن سيارتك ومالك. اثنين، لا تتبهرج أمام الناس. يعني لما بتقرأ في سورة الكهف فأردت أن أعيبها، ليش؟ حتى ما تكون العين عليها دائما. فين الواحد يركب سيارة بسموها فخفخينة، خلي سيارتك مع الكشة ما تبين، ليه؟ حطوا عين عليها. قال له فأردت أن أعيبها، شو يعني كسر للشباك ما تبين. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. إذا ما هذا يأتيك إنسان ويضع عينه، يعني بيجي ولد تشتري له ساعة هيك مزهزها،
هلا في ساعة حقق من هذيك الحسبة بيجي لرفيقه بالمدرسة مش بيقول لك بابا ضاعت، ما ضاعت. في ناس شغلتهم ايش؟ هلا البنطلونات الجينز الجاية اللي موجودين تلاقي عم يحط لي الجزدان من خلف ومبين نصه بيعمل له هيك بس اخر شيء بيكبل لك الهويه، الهويه بتضل تشتغل فيها سنتين ما بتطلع. الامر الاخر الانسان يجب ان يكون ذا عقل كبير يستشير من حوله في كل مفاصل حياته خاصة في الأمور المالية. لا تشتغل شغلة حتى لأنه في 100 حرامي بيت لقطة، هذا شو بيكون فيه وراء؟ في حرامي كبير باعوك سيارة، آخر شيء بتكتشف السيارة من باع مرتين، آخر شيء بتجي الجنائية بتاخدك أنت والمصاري اللي دفعتون راحوا عليك. تبهوا لما بخف مستوى الإيمان تكثر المشاكل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده المقبولين.